قالت روسيا إن التدخل من قبل دول خارج الإقليم قد أدى إلى تصاعد توتر إلى بحر الصين الجنوبي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي إن روسيا تعتقد أن التدخل من قبل أطراف خارجية تسبب بسوء الوضع المتوتر. وهذا ترحب وزارة الخارجية الصينية بموقف روسيا من هذه القضية. يعكس موقف روسيا الوضع الحقيقي في بحر الصين الجنوبي وجزر القارية، والصين تقدر ذلك، وتدخلت بعض الدول في شؤون سعيا إلى مصالحها الخاصة، وقد أثارت أعمالها صراع الإقليمية ودفعت العسكرة في بحر الصين الجنوبي. هذا وتحث الصين دولا معنية على احترام الجهود للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي ولعب أدوار بناءة.